استنى بس اضبط نفسي كده، قول لي ايه السؤال بس عشان نجهز الاجابه. How are you feeling today? Overwhelmed. 4 years عدوا كده بسرعه جدا فحسيت بيهم دلوقتي. خليني اعيط كده بس بجد 24 عدوا بسرعه. انا كنت لسه متخرجه من مدرسه وفجاه بقيت بتخرج من الجامعه، فاللي هو ازاي اصلا؟ ايه اكتر حاجه اثرت فيك في الجراديويشن ده النهارده؟ محمد شريف كاب ومانشستر لايف، يعني الوقفه على الستيج اصلا تخض، بس مبسوط جدا والكلام كان حلو قوي اصلا، فانبسطت اصلا بالجراديويشن قوي. فكره الجراديويشن نفسها ان انا خلصت جزء كبير من حياتي، اللي هو انا نمت صحيت لقيت نفسي واخد شهاده. يعني اهلي وصحابي جم، في ناس ما كنتش عارف انها جايه جت، فانا مبسوط جدا. مش عارفه، مفيش كلمات. It's everything. ايه اكتر حاجه تفتكريها من الجامعه؟ ان احنا كنا اول دفعه. الاكل، الجامعه دي كان فيها اكل كتير قوي بصراحه. قاعد هنا بقول برد كل يوم مع اصحابك مش همك حاجه. والله هو السوشيال لايف كله اتضرب بعد ما خلصنا جامعه، بس الجامعه توحشني قوي والبول برد ده هيوحشني قوي. Shine.